ما فيش حد احلى من حد. الكنافه هنعملها النهارده مع بعض. هنعمل النهارده مع بعض الكنافه. الكنافه دي اللي استقبلوا بيها المصريين ايام ما فتحنا مصر زمان الضيوف بتوعنا، كانت احلى حاجه بتتعمل الكنافه وام علي، فدولت اشهر الحلويات موجوده في مصر. كنافه مع شيف ونص النهارده هعملها العثمانيه، بس عثمانيه غير اي عثمانيه، العثمانيه المعروفه من المطبخ التركي اللي هي الكنافه او الكنافه العثمانيه، بتتعمل رقتين من الكنافه بينهم قشطه من غير شربات ولا اي حاجه، والعسل يتقدم جنبيها وتتزين بالقشطه ومربة الزهر، دي اللي على اصولها زي ما قال الكتاب زي ما قال شيف ونص. اما الكنافه اللي هعملها عثمانيه النهارده هعملها بالمانجا وجوز الهند، ده الجديد، كنافه بالمانجا وجوز الهند وعثمانيه. الله ينور عليك يا عم احمد. تعالوا نتكلم عن سر نجاح الكنافه في اي مطبخ، في اي بيت، في اي مطعم، في اي محل حلويات. السر في الكنافه التسمين بتاعها اللي هي السمنه بس مش اكتر، اللي بيعملها ايا كان هو جنسيته، والعجينه واحده دقيق وميه، والكوز اللي بيعملها على الصاجه بتاعتنا دي مش لازم، هي دقيق وميه هتطلع الكنافه. ممكن تطلع مره مكسره، ممكن تطلع مره سليمه، طريقه الخبز بتختلف، نار شديده نار واطيه، الشطاره بتاعت الراجل الكنفاني الجميل الحلو اللي بنشوفه في رمضان ده، ولكن السمنه هي دور مهم جدا. لذلك في محلات بنلاقي طبق الكيلو الكنافه بالكنافه بيعمل 20 جنيه وفي محل تاني بيعمل 50 و60، هي السمنه. تعالوا نعمل العثمانيه، نشوف مقاديرها على الشاشه بسرعه مع بعض علشان نشتغل فيها، لان بجد فيها شغل كتير ولكن شكلها حلو قوي بعد ما بتخلصها. الكنافه العثمانيه اللي هي معموله كنافه شعر لها ثلاث حاجات، الكنافه وسمنه وزبده وميه الزهر، دي الكنافه اللي هنعملها مع بعض طبقتين. الحشو عباره عن مانجا جوز الهند، دول اساسي طبعا، وعندنا السيرب اللي هو الشربات يسمى في المطبخ الخليجي سيرب او شربات في المطبخ المصري. المقادير على الشاشه هقولها لحضراتكم بالترتيب، العثمانيه بالمانجا وجوز الهند، كيلو كنافه شعر ويكون طازه زي اللي معانا، كوب من السمن معانا ربع كوب ميه الزهر، الحشو جوز الهند ومانجا وكوبايه من لوز المقشر، وللتقديم فزدق حلبي ولوز. هقول المقادير تاني بسيطه جدا، ولكن طريقه الاعداد والتنفيذ فيها صعوبه شويه وفيها تكنيك لازم نتبعه مظبوط. كيلو كنافه شعر، كوب من السمنه، ربع كوب ميه الزهر، الحشو جوز الهند، كيلو مانجا، كوب من اللوز المقشر، للتقديم فوز ولوز مقشر برضه. تعالوا نعملها مع بعض. الشربات طبعا عايز اقول على حاجه منه طبعا موجود معانا على الشاشه، 2 كوب من السكر، كوبايه ميه، ليمون وقرفه وميه الزهر. 2 كوب سكر، كوب من الميه وليمون وقرفه وميه الزهر. هبدا الاول بعمل الشربات قدام حضراتكم نشوفه مع بعض، ده مهم جدا وهنعمله مع بعض. تعالوا نتكلم على حاجه مهمه جدا، كلنا في شهر رمضان بنعمل الشربات من اول يوم ونسيبه في نوعيه من انواع الاواني، اذا كانت حلل اي نوع من الموجود في السوق، ولكن انا بانصح مع فلز ممكن تخلي شربات رمضان موجود من اول يوم لغايه اخر يوم، مش هيحصل ولا يحتك بالمعدن ولا يحتك بجسم الحله ولا اي حاجه. مع فلز بالذات الاصلي والاواني السيراميك الاولى في مصر هتخلي الشربات فيها من اول رمضان لغايه اخر رمضان، يعني اقول تحفظي فيها الاكل اكبر وقت ممكن مع فلز وبس. هنبدا نعمل الشربات في حله فلز، يعني هنحط مقدار الميه كوبين من الميه اهوت، ومعانا السكر بتاعنا، وعملنا الشربات وننساه خالص ونسيه على مسؤوليتي انا طالما هو ايه مع فلز اهوت، ادي السكر هنحطه مع بعض. انا مش بعمل دعايه للمنتج، احنا اتفقنا ان التلفزيون المصري ما بيستقبلش اي منتج يعمل عنه اعلان الا لما بيتاكد من جودته اذا كان 100% ولا لا، دي مهمه جدا، عشان كده في اداره قويه جدا عندنا. المنتج ده ايه هو؟ ففلز دي مضمونه منه. هنقلب مع بعض السكر والشربات وهنعمل شويه شربات ما لهمش حل، ادي السكر اهوت والميه، وهنعمل شربات. الشربات ده ممكن نسميه العسل، ممكن نسميه سيرب، ممكن نسميه القطر او القطر، يعني في المطبخ الخليجي يسموه القطر او السيرب، هنا نسميه الشربات، البعض يسميه يقول لك السكر بتاع الكنافه، الشربات بتاع الكنافه، انا قلبت اهوت. وهقول لكم على سر جميل جدا في الموضوع، عصير الليمون مع السيرب او مع الشربات بيخلي فيه قوام ليه ابو الشيف للسيرب بتاعنا، لما بنحط نص ليمونه كده ونسيبه، وفي نفس الوقت بيحافظ على لونه وشكله اهوت زي ما هو كده، ونسيبها تستوي في قلب الشربات. كده احنا عملنا السيرب. نتكلم بقى عن الكنافه ازاي نسمنها، هو ده الكلام. في طاسه على النار
والسمنه دي نسيحها اللي موجوده معانا اهي. ادي السمنه، وزي ما قلنا سر نجاح الكنافه السمنه بتاعتنا النوعيه. وبعدين مش بقول لك بقى سمنه تجيبي سمنه غاليه، لا انت بقى ست مطبخ وشاطره شم السمنه. كل ما كانت السمنه ريحتها حلوه وهاديه كل ما كانت حلوه. خلي بالك اللي ريحتها تطلع جامده قوي دي كده مش حلوه خالص. ممكن تقول السمنه مخرزه، مش لازم تكون مخرزه وتكون حلوه. انا بقول لكم على حاجات مهمه جدا، يعني البعض يروح على السمنه اللي فيها فتافيت وتقول حلو، بالعكس الفتافيت ديت في التصنيع نفسه، ولكن السمنه ليها ريحه وشماخه، فحافظ عليها وشوفيها تتجاب منين. وطبعا كل ما كان المنتج معروف كل ما كان طبعا احنا متاكدين منه ونجيبه ونستخدمه، خاصه مع الكنافه مع الجلاش الحاجات الحساسه جدا اللي بتلعب دور مهم جدا. عارفين الكنافه انا جبتها طازه زي الفل وشعرها هي زي الفل، هي دي اللي بتتعمل عثمانيه. الكنافه كل ما كانت طازه، الكنافه الشعر الجميله دي بتتعمل عثمانيه، تتعمل كمان مبرومه. المبرومه لازم تكون كنافه شعر بالشكل الجميل ده كده اهيت، وامسكها كده ايه اسمنها وانا شغال معاكم اهو زي الفل واحط السمنه. هقول لكم على حاجه حلوه كمان، انا بقول لكم على كل المعلومات لان احنا هنا بنعلم طهي مش بنطبخ بس. عايز الكنافه دي تتحمر بسرعه عشان هنعملها صينيتين قد بعض تقريبا. هقول لك على حاجه حلوه قوي، عندنا السكر، السكر ده بيتعمل كراميل بسرعه، فلما نحط شويه سكر على الكنافه واحنا بنسمن الكنافه هيساعد على تحمير الكنافه بسرعه، ولكن ده ما يمنعش طبعا تاخد وقتها في النار، نار هاديه جدا لغايه لما تتطبع على شكل الصينيه وتتسمن بسرعه. عندي هنا السكر بتاعنا اهوت، شويه سكر كده على وش الكنافه، طبعا ده هيسيح مع السمنه دلوقتي. معانا ميه الزهر الجميله، ميه الزهر كمان الفليفر العالي قوي لشكل الكنافه وجنسيتها، اذا من المطبخ الخليجي او من المطبخ الشامي ميه الزهر ميه الموارد، مربط الزهر ده مهم جدا. تعالوا نسمع كلامك. سر نجاح الكنافه السمنه يا ابو الشيف، بجد انا شغال تسمين في الكنافه اهوت. سر نجاح الكنافه السمنه يا ابو الشيف اهو، انا كده بسمن الكنافه لازم اشبعها. خلي بالكم عايز واحنا شغالين كده بنسمن الكنافه نتكلم عن انواع الكنافه اللي ممكن تتعمل من المطبخ الشامي او المطبخ المصري او التركي. ايه انواع الكنافه؟ خد عندك، عندك بلوريه. لما بنسمع كلمه بلوريه جايه من البلور، لمبه البلور، يعني يقول لك بلوريه حاجه بيضه جميله. البلوريه اللي هي الكنافه البيضه ديت عن ني بتتعمل وتتحشي فستق وتندغط جامد جدا وتخش التلاجة لمدة 24 ساعة، دي من المطبخ الشامي كنافة بلورية. عندنا الكنافة كنافة الشعر برضو وتتعمل مبرومة وتتحشي فستق وتبقى رول كده وتتقطع طرنشات ونشوفها بالمعروضة زي شكل الهرم كده، جميلة جدا بجد. رحت على تركيا يعني طولي وانا واقف رصنا بشكل جميل جدا، حاجة شهية. حلو الكلام، نفسي اشوفها هنا بصراحه. دي الكنافه المبرومه. عندنا كمان كنافه بالجبنه، الله عليك، اللي هي بالجبنه النابلسيه، بموت فيها دي، تتاكل وهي سخنه كده مع العسل النحل، الله. صينيه كنافه بالمكسرات، صينيه كنافه عش البلبل، الله عليك يا عم رامي، شفت ازاي؟ عش البلبل. تعالوا مع بعض نعمل دلوقتي صينيتين كنافه. عشان تعملي العثمانيه، عشان تعملي العثمانيه لازم يكونوا صينيتين قد بعض علشان نعمل الصواني قد بعضيها. هناخد الكنافه دي كده زي ما هي اهيت، ونبدا نعمل ايه صينيه الكنافه بالشكل الجميل ده كده. عندنا درجه حراره الفرن عندي 180، هبدا احط الكنافه هنا فيها اهوت زي الفل. حلو كده، وادخلها الفرن واقول لها يلا عيش مع نفسك شويه. بس اعمل حركه حلوه قوي تعجبكم دلوقتي، عايزك تعمليها برده في البيت على نار هادية. هناخد الصينية دي كده ونيجي عند الفرن كده عند البوتاجاز اساتذة المصورين حبايبي، ونيجي هنا نعمل ايه؟ نشتغل شوية عضلات ونلعب شوية رياضة حلوين بالصينية التانية اللي هي اختها، ونضغط عليها كده اهو. شايفين الجو ده كده؟ مهم جدا. على النار، كلام ده على النار اهو. انا بطبعها كده بتاخد شكل الصينية، بطبعها يعني ايه؟ بطبعها يعني بخليها تاخد الفورمة بتاعت الصينية اهو، وانا شغال اهو. ما فيش بتاع بالظبط 3 4 دقايق بالكتير خالص على نار كده وانا شغال اهو. هنرفع كده، الله، خدت الشكل زي الفل. ممكن تعملي حاجه ثانيه، ما عندكش الصينيه دي كده، عندك غطا حله اهو. انا بحل لكم المشاكل اهو اهو زي ما انا شغال كده اهو وانا بضغط. انا عايز
قالب كنافة ملوش حل. زي الفل، لان ده هيبقى رقيق طبعا ويتحشي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط الكنافة دي في الفرن، خلاص كده زي الفل اهيت، ونسيبها تحمر في الفرن مع بعض. ابص على الفرن بتاعي اشوف درجة حرارته كام، دي مهمة جدا عشان ما تتحرقش مننا. الله زي الفل. هاخد الكنافة كده، دي سخنة خلي بالكم، حلو الكلام، نخليها في الفرن. حلو الكلام. طبعا معانا النهاردة كنافة ومكسرات وجلاش، الشعبيات الجميلة يا عم احمد، وكمان مش حرمنكم من حاجة، ودي ميزة برنامجنا الجميل، اكل صحي 100%، صحتك في اكلتك. معانا الدكتور مصطفى ساري. دكتور مصطفى. يا شيخ احمد حبيب قلبي، دكتور مصطفى ساري استشاري التغذية العلاجية والسمنة حبيبي. عايزين ننصح السادة المشاهدين موضوع الكنافة في رمضان، هل هي بتعطش في السحور ولا ايه بالظبط؟ انا هقول لك على حاجه، انت بتقول ان ده اكل صحي وده اكل مش صحي. صحتك مش في اكلتك خالص. صحتك مش في اكلتك. لا انت طبعا بتعمل حاجات جميله كتيره جدا وفيها يعني عناصر غذائيه صحيه عاليه قوي. الله يبارك. احنا هنتكلم على الحلويات بصفه عامه. الحلويات اساسا يعني هي السبب الرئيسي في زياده الوزن، طبعا لما تحتويه من سمنه وزيت وسكر ومواد كربوهيدراتيه بسيطه ومعقده والكلام ده كله، قيمتها الغذائيه بتبقى قليله. طبعا انا مش هنقدر نقول للناس في رمضان ما تاكلوش كنافه وما تاكلوش قطايف وما تاكلوش حلويات بعد الفطار والكلام ده كله. بنقول ان انت ممكن تاكل، بس تاكل ايه؟ يعني تاكل بالقدر اللي يخليك تستمتع بالاكل ومش تخلي الاكل هو اللي يتعبك. يعني انت امضغ الاكل، انت تمام؟ يعني الثلاث ثواني بتاع مضغ الاكل دوت هو في فايده، هو اللي هتستمتع بيه بالاكل. القطمه الاولى اوكي، القطمه الثانيه يعني القطمه الثالثه لازمتها ايه؟ صح كده؟ مظبوط مع حضرتك. القطمه الاولى في الحلاوه دي انت عشان تستطعم الحاجه الحلوه. القطمه الثانيه عشان لو ما استطعمتش بصوره كافيه او ما استمتعتش بكفاءه عاليه هتستطعم بالقطمه الثانيه. كويس. طب القطمه الثالثه هتعمل فيها ايه؟ ايوه الثالثه اهم حاجه. لا انا مش عايز الثالثه، هنحتاج تاخد قطعه واحده بس، يعني تاخد قطعه كنافة قد علبه الكبريت، تاخد واحده قطايف، تاخد حته بسبوسه صغيره. الكلام ده كله، والكلام ده يكون بعد الاكل كمان بشويه، يعني عشان ايه؟ يعني ده ما بين الفطار وما بين السحور، عشان الناس ما في ايه؟ ما تسوقش فيها قوي، تاكل كميات كبيره وزنها يزيد. فاهمني ازاي؟ هو سبب زياده الوزن ايه؟ مش انك انت بتاكل الاكل اللي انت بتعمله، الطواجن اللي انت بتعملها والبطاطس والرز المعمر والحاجات الحمام اللي انت بتعمله. سبب زياده الوزن ان الناس بتاكل وهي شبعانه. يعني انا بعد ما بفطر وفطرت وقاعد شبعان ومبسوط بعد الفطار، معديين بصينيه بسبوسه خد حته، معديين بصينيه كنافه خد حته، اي حد معدي باي حاجه هات 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 هات. ايوه يا باشا. الاقي ناس قاعد اشرب الشاي بره والصواني موجوده كل شويه، اقوم اعمل طبق حلو واقعد اكل وانا شبعان اصلا. يعني فاهمني ازاي؟ مع حضرتك. يعني عشان كده بنقول ان يعني انا قلت لك قبل كده يعني 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 المثل الانجليزي اللي بيقول مومنت ان يور ليب ان يور هيبس ايز ان يور هيبس، يعني ايه معناه؟ يعني لحظات على شفايفك في استطعامك للاكل. الله. بتاخد سنين على منطقه الارداف عشان تنزلها. يعني اللحظات اللي انت بتستمتع فيها بالاكل ديت بتاخد فيها سنين. عشان كده بقول الحلويات، احنا كل الناس ما فيش حد ما بيحبش الحلويات. بس طبعا بحب الحلويات ولكن باعتدال. باعتدال طبعا. يعني مرضى السكر يعني يفضل ان هم يبعدوا عنها تماما لانها تدفع لهم السكر جامد جدا. يعني كويس. السكر النوع الاول. حتى مريض السنه اللي عنده زياده، يعني عنده سمنه، ممكن يعرض انه يجي له سكر النوع الثاني نتيجه اسرافه في تناول الحلويات بكميه كبيره. فعشان كده بنقول ان تناول الحلويات لازم يكون باعتدال وبمقادير مقننه جدا، ولازم اكون عامل حسابي وانا واقف. يعني ما اكونش قاعد بفطر، ما اكونش قاعد بفطر مثلا واكل الاكل قد كده والاكل كاتم على نفسي بعد الفطار ومش قادر اخد نفسي. وبعد ما اقوم من على الفطار اسال الحلو ايه؟ انتوا عاملين حلو ايه؟ الحلو ايه؟ هو في مكان الحلو اصلا؟ يعني دكتور مصطفى. نعم. بالنسبه الحلو ايه؟ كل الحلويات يا اما سكر وعسل او عسل. السيرب يعني.
هل الحلويات زي بعضها في القيمه الغذائيه اللي بناخدها؟ الجلاش زي الكنافه، زي مثلا البلح الشام، زي البقلاوه، القطايف، العجينه واحد دي وميه، احنا عارفين بالنسبه للبقلاوه والحاجات دي كلها دي وميه. فعايزين نصيحه للساده المشاهدين، نركز على الكنافه ولا الجلاش؟ لا هقول لك على حاجه، هو حسب المستوى بتاع كل حاجه. يعني مثلا في كنافه بالقشطه، وفي كنافه بالمكسرات، وفي بسبوسه ساده، حلو، ايوه، وفي ام علي، وفي اللي هو بلح الشام، وفي فحسب المحتوى اللي انت بتعمله. ولكن السعرات الحراريه بتاعت كل الكلام ده عاليه جدا، يعني لا تقل القطعه الصغيره عن 500 سعر حراري. الله. هي الساده. هي. بدون اي وده بما يوازي رغيف عيش. كويس. القطعه الصغيره تساوي رغيف عيش. بس احساسك بالشبع في رغيف العيش هيبقى اعلى. احساسك بالشبع في حته الحلويات هيبقى اعلى. لما هتاكل حته حلويات صغيره هتحس احساس عالي جدا، وهيطلع لك احساس الجوع، لو عندك احساس حتى هبوط هيطلع لك الاحساس. بس بعد فتره قصيره جدا، لان ده سكر احادي، نسبة السكر بتاعتك هتنزل، هتحتاج تاكل حلويات. عشان كده الانسان اللي هو المدمن الحلويات، او اللي هو بنسميه ادكت فور سويت، بياكل حلويات كتير. ليه؟ لانه بياكل يظبط السكر، مرة واحدة ينزل السكر، يحتاج حاجة حلوة، ياكل تاني، مرة واحدة ينزل السكر، ياكل تاني، يفضل ياكل، يخش في دايرة مفرغة، يفضل ياكل حلويات او شوكولاتات او الكلام ده كله، لانه بيحصل له هبوط في السكر باستمرار. فعشان كده بيبقى عايز يرفعه، فما بيلاقيش قدامه غير الحلو. طيب نرجع للسؤال تاني، كلهم زي ما بقول لك سعراتهم الحراريه متقاربه، بتفرق 50 سعر، بتفرق 100 سعر، وتعتمد على المحتوى اللي انت حاطه فيها. يعني اذا كانت مكسرات، اذا كانت قشطه، كويس، كريمه، اذا كانت الكلام ده كله بيفرق في المحتوى الحراري بتاع يعني مثلا جلاش زي الكنافه، بتبقى في جلاش ساده ولا جلاش في مكسرات؟ دي كنافه ساده ولا كنافه فيها مكسرات؟ كده يعني. طب انا عامل كنافه النهارده بالفواكه، بالمانجا. ايه رايك نجمع ما بين الكنافه والفواكه؟ جلاش بالتفاح وهكذا. ما هو مش هي يعني سعرات الكنافه بالزيت بتاعها، بالسكر بتاعها، دي طلعها بره الكلام ده كله. بره اضفت لها قيمه غذائيه، اضفت لها قيمه غذائيه، انك انت اضفت لها عنصر الفاكهه. المانجا مثلا ليها قيمه غذائيه، بس سعراتها الحراريه عاليه، فانت اضفت سعرات حراريه على سعرات الحراريه بتاعت الكنافه، فزودت المستوى الحراري بتاعك. طب ولكن اديتها قيمه غذائيه من العناصر الغذائيه اللي موجوده في المانجا. دكتور مصطفى، سؤال اخير بعد اذن حضرتك، تنصح الكنافه او الحلويات اللي هي بتتشرب سيرب نسقيها عسل ولا شربات؟ طب انا عايز اسالك على سؤال، اقول لك على فكره حلوه كده. اتفضل. طب انت ليه ما فكرتش تعمل بدائل للسكر الحاجات ديت؟ ايوه، انا عايزين نعرف لحضرتك. نقلل المحتوى الحراري بتاعها، يعني نقلل السكريات اللي هو انا من النوعيه ديت. يعني نعملها بسكر الرجيم، يعني اصل السكر والعسل والكلام ده سكر الرجيم. الاثنين هيزودوا الوزن، سواء اذا كان عسل، لان في بعض الناس بتفتكر ان العسل ده من بدائل. والله وشهر رمضان بيجي مره واحده في السنه يا دكتور مصطفى. لو احنا هناكل مره واحده في السنه، لو بناكل مره واحده حلويات، احنا طول السنه الناس بتاكل حلويات، 30 يوم في رمضان ما فيش يوم ما بتاكلش فيه حلويات. احنا لازم نعمل كنترول عشان صحه الناس، يعني مش عشان مظبوط، عشان احنا مش عايزين ناكل حلويات، لا، احنا عشان نحافظ على صحتهم، وعشان وزنهم ما يزيدش، وعشان ما يبقاش مع بعضهم ان هم يجي لهم سكر من النوع الثاني، او يجي لهم مشاكل كوليسترول، او مشاكل قلب وشرايين. حبيب قلبي، نقلل على قد ما نقدر قدر الامكان الطريقه الصحيه لتناول الحلويات ازاي. الاعتدال في كل حاجه يا دكتور مصطفى صحي 100%، يقال فعلا صحتك في اكلتك مع الاعتدال. طبعا دكتور طبعا. مصطفى، ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بعد مجهود كبير علشان اطلع القشطاليه. هستاذن حضراتكم كده نشوف مع بعض مقادير الشعبيات الاول على الشاشه عشان نعرف يعني ايه قشطاليه. المقادير على الشاشه مع حضراتكم. الشعبيات جايه منين كلمه الشعبيات الاول؟ ده اللي هنشوفه حالا دلوقتي. حلو الكلام؟ مقادير الشعبيات عباره عن عجينه الجلاش، دي اساسي، وزبده او سمنه، وميه الزهر. حلو الكلام. هنشوف المقادير على الشاشه مع بعض. شعبيات الشام، عجينه الجلاش 2 كوب من السمن ونص كوب من الفستق للتقديم او مربى الزهر. الحشو كالاتي: كوب من السميد الناعم، كوب من السكر، ربع كوب ميه الزهر، وحليب. يبقى الحشو اللي انا بركز عليه اللي هو القشطاليه، كوب من السميد الناعم اللي هو دقيق الفرخه، مع كوب من السكر، مع نص كوب ميه الزهر، وحليب، وللتقديم مربى الزهر
وكريز احمر وفستق حلبي. المقادير على الشاشه قدام حضراتكم يا ريت نكتبها، لان الاكله ديت بجد انا بحبها، وتقدري تتحكمي في نسبه الدهون اللي موجوده فيها اذا كانت سمنه او زبده، حتى كمان السكر. عجينه الجلاش 2 كوب من السمن ونص كوب من الفستق ومربة الزهر او كريز الاحمر للتقديم. الحشوه بتاعتنا اللي هي الاشطاليه اللي انا عايز اتكلم عليها واشرحها لحضراتكم، فرصه ان احنا مع بعض. نعم يا عم رامي، الكنافه حبيب قلبي، والله انت راجل مية مية. بيقول لي الكنافه العثمانيه يا شيف، شفت الاخراج الجميل؟ مش اخراج وبس، كمان تسكير كده. الكنافه بتاعتي جاهزه، هنوريها للساده المشاهدين نشوفها مع بعض. انا طبعا طلعت واحده في الفاصل والتانية معايا هنا، هي تقلب الاثنين مع بعض دلوقتي، وعندنا شغل فيهم كتير على فكرة، ازاي العثمانية تحطوا رقتين او ثلاثة او اربعة، ده اللي هنشوفه مع بعض. نخليها هنا قدام حضراتكم علشان نتذكر. حلو الكلام كده، الكنافة خلصت مع بعض. تعالوا نتكلم عن الاشطلية. الاشطلية يا عم احمد ببساطة خالص عبارة عن حليب، دي الفرخة اللي هو السميد الناعم، معانا سكر، معانا الفليفر مية الزهر، ده مهم جدا. دي الاشطاليه ديت بنعمل بيها الشعبيات. الشعبيات دي تسمى في الشام شعبيات، تسمى هنا في مصر رقائق الجلاش بالقشطه، بس ما بتستعملش دي طبعا، بتتعمل بالقشطه بتاعتنا القشطه البلدي، او القشطه الصناعي اللي بتتعمل عباره عن نشا وحليب وكريمه لباني وشويه ميه الزهر او فانيليا. وتسمى برضو ضرب قتيل في بلاد الشام برضو، او في دول الخليج يسموها ضرب قتيل، لها اسم كده، اللي هي الشعبيات تتحشي قشطه وتتقلي في الفرن كده وتطلع على وشها شويه عسل وتتاكل، عسل حضرمي طبعا. فنعمل الاشطاليه مع بعض اهي زي الفل. انا عملتها طبعا بالحليب، ودي السميد اللي هو دي الفرخه، وبعد ما بعملها في صينيه كده بنزلها هنا كده. طبعا انا عملتها من قبل عشان دي لازم تبرد كويس عشان اشتغلها واحشيها بعد كده للايه؟ لعجينه الجلاش، او ممكن احشيها كنافه مفيش اي مشكله. زي مع بعض اهيت، او ان انا ممكن اكلها مع المكسرات او مع فروت سلطه، جميله جدا. دي زي القشطه بالظبط، واحلى من القشطه البلدي كمان، لان القشطه دلوقتي قللت الدسامه، مش عارفين ايه اللي حصل للحليب. فبجد دي انا عملت قشطه اهيت على ايدي زي الفل، افرتها كده. خلوا بالكم دي مهمه جدا لازم تعرفوها. الله، ريحه ميه الزهر اللي طالعه منها زي الفل. عايز اقول لكم دي ممكن تتاكل سخنه عامله زي العصيده، فاكرين العصيده بتاعت زمان بتاعت امهاتنا؟ ربنا يديهم الصحه يا رب، الامهات حبايبنا اللي اكلنا من ايديهم وتربنا على ايديهم. ادي ممكن دي زي العصيده بالظبط اهيت زي الفل. دي بسيبها تبرد، وبعد ما بتبرد بتكون عندي بالشكل الجميل ده كده، بقطعها احشيها للشعبيات بتاعتي. هنشوف هنعمل الشعبيات ازاي بالاشطاليه، ونزينها بمربه الزهر والفز والحلبي مع بعض. هناخد دي طبعا زي الفل، دي هي ديت بعد ما تبرد هنخليها على جنب علشان نشوفها بعد كده. كده احنا خلصنا من الأشطالية. تعالوا نعمل مع بعض الشعبيات. الشعبيات عجينة جلاش موجودة معايا هي زي الفل، بفكها كده بالراحة. وخلي بالك عجينة الجلاش بالذات لما تشتغلي فيها مهمة جدا، لازم تفتحها وقت الشغل على طول، ما تسيبهاش مفتوحة وتركنيها على جنب وترجعي بعد كده تشتغلي فيها، هتحصل مشكلة ان هي هتنشف معاكي وهتتكسر، وفي الآخر مش هتطلع معاكي ناجحة خالص. ادي اهوت عجينة الجلاش زي الفل. هنعمل الشعبيات ازاي؟ اهيت هجيب صينيه وشويه سمنه بلدي، ده اسهل حلو ممكن تعمليه في البيت، كانك بتعملي شاي واسرع من الشاي في نفس الوقت. حلو الكلام. صينيه هي زي الفل، ممكن تعملي 20 حبه 30 حبه مفيش اي مشكله. نجيب سكينه كده للتقطيع. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي العجينه اهيت، بنحط كام رقه مع بعض تقريبا؟ يعني ممكن خمس ست رقات مع بعض زي دول كده، بالشكل ده كده اهوت. ودي كمان، دول كام؟ دول اتنين تلاتة اربعة، اربعة ومعانا كمان تلاتة، سبعة. كويس، رقم سبعة ده حلو، عدد ايام الاسبوع. حلو الكلام. ادي سبعة مع بعض. في حاجة هنا كده جاي مع العجينة نشيلها. عجينة الجلاش دي منها طازة، ممكن تشتريها طازة وممكن تشتريها مجمدة مفيش اي مشكلة خالص، ولكن في حاجه هنا شفتها انا اطلعها اهي، دي مش عايزها. حلو الكلام. حلو الكلام. هاخد العجينه دي كده، شعبيات يعني تتقطع مثلثات، هنيجي في النص كده نقطعها في النص اه كده بالظبط. حلو الكلام اهوت، نفس الموضوع كده، ونيجي هنا برضه نفس الموضوع.
في شعبيات بتبقى صغيره زي القطايف وفي شعبيات بتبقى كبيره. انا بصراحه بحبها تكون صغيره حلوه كده. هنعملها دلوقتي مع بعض كده. نقطعت عجينه الجلاش بالشكل ده كده زي الفل. على كام دول؟ 3 × 4 = 12 عشان تعرفوا هي بتتقطع ازاي. دي مهمه جدا. بشيل بقيه العجينه كده واخليها على جنب علشان ممكن استخدمها في وقت تاني. عندي الحشوه بتاعتي. ده حلو وسهل جدا. لو عندك قشطه بلدي تبقى حلوه قوي، مفيش اي مشكله. القشطه البلدي اللي احنا بنجيبها ونحن بنطلعها من الحليب، خلي بالكم عارفينها طبعا. هناخد كده من القشطريه الحلوه دي كده اهي. دي طبعا فيها سكر وفيها مربى الزهر جميله جدا وميه الزهر اهي زي الفل. واخدها كده واضغط عليها جامد بايديا كده بالراحه زي الفل اهو. الله عليك يا ابو الشيف. ادي واحده كده خلصنا منها. عند الصينيه هنا شويه سمنه فيها اساسي ان هي الاثنين. هاخد شويه سمنه كده بسرعه عشان نسمع كلام الكبير وهنطلع فاصل. ترجعوا تلوني رصيه الشعبيات في الصينيه. باتن الصينيه كده شويه سمنه كتير بالشكل ده كده. ده مهم جدا خلي بالكم، لازم الجلاش يحب الايه السمنه البلدي. وابدا ارص عجينه الايه الشعبيات بتاعتي اللي انا عملتها دلوقتي كده بسرعه اهيت بنفس الشكل اللي انا عملته ده كده. انا اعمل لنا 20 30 واحد. قال لي شعبيات يعني جايه حلو شعبي ولا هو اسمه شعبيات؟ شعبيات جايه من فعلا ان هي اكله شعبيه، يعني ممكن اي حد يعملها، ملهاش مقاييس ولا مقادير. قشطه وعجينه جلاش، يعني قشطه وخبز من الاخر. ما هو الجلاش ده في الاخر هي خبزه عباره عن دي وميه، تتعمل خبزه نيه وتخش الفرن تبقى محمصه، مظبوط ولا لا؟ فجايه من شعبيات، ممكن تتعمل قشطه، ممكن تتعمل قشطاليه زي ما عملناها مع بعض، ممكن تتعمل عصيده، الحشوه بتاعت العصيده، ممكن نحشيها مكسرات، ممكن نحشيها يميش زي ما احنا عايزين. انا عملتها النهارده بالقشطاليه، هسقيها شويه سمنه بلدي كده على الوش. درجه حراره الفرن عندي بتكون 180، باخدها كده وبوزع السمنه البلدي عليها اهو بالشكل الجميل ده كده حلو، وادخلها الفرن. درجه حراره الفرن عندي ما بتكونش شديده قوي على فكره، كويس قوي 180، وبدخلها الفرن. وانا ما عنديش حاجه احطها في الفرن دلوقتي، خلاص الكنافه طلعتها عملتها رقتين اهمت مع بعض. ونشتغل بقى في الكنافه بالايه، لان اهم حاجه دلوقتي الرصه بتاعت الكنافه ديت. ممكن نعملها 3 رقات 4 ادوار 5 ادوار احنا والاساس بتاعنا. يعني ايه يا شيف؟ يعني ممكن نعمل كنافه بالقشطه ديت اكتر من رقتين؟ ممكن نعملها 3 4 5 مفيش اي مشكله، مش هتقول لا. حلو الكلام. انا حطيت السمنه لان عجينه الجلاش هتشرب طبعا الزبده دي او السمنه ديت، وبدخلها في درجه حراره الفرن 180. هساوي طبعا هنا عجينه الجلاش اهوت. الله زي الفل بسم الله تمام. انا عندي هنا هنعمل مع بعض العثمانيه، وانا شغال في نفس الطاسه هنا هنعمل جوز الهند اللي احنا هنعملها حشوه للعثمانيه. عندي سمنه بلدي، باخد كده معلقه سمنه بلدي اهي. معلش بقى احنا في رمضان دايت والرجيم، طالما سمنه بلدي وزبده بنفتح شويه في الحلويات، ولكن زي طبعا ما دكتورنا الجميل دكتور مصطفى ساري قال الاعتدال مهم جدا. ادي جوز الهند تحميصه كده، دي جوز الهند اهيت للحشوه. الله عليك يا ابو الشيف زي الفل اهيت مع السمنه البلدي كده. حلو الكلام. شيل السمنه من قدام عينيا بقى عشان ما تغرينيش. حلو الكلام. واجيب ايه يا شيف؟ واجيب الشربات بتاعي. الله الشربات اللي معايا هنا ده كده انا عملته اهوت وخلصت منه. هنزل بينا كده فين؟ على جوز الهند واقلب كده. دي جوز الهند، دي ايه؟ جوز الهند اهو. هتفلفل معايا ايه كتير، نقلب كده لغايه لما تبقى ايه زي العجينه كده طريه انا عايزها. دي مهمه جدا. جوز الهند تقريبا كوبايه مع معلقتين من السمنه البلدي مع السيرب بتاعي اللي هو الشربات اهو. خلي الشربات هنا على جنب بقى كده كمان هو رخى زي الفل. الله الله في احلى من كده؟ شفت جوز الهند ديت اهي، دي جوز الهند ديت مع سيرب اللي هو الشربات مع معلقتين من السمنه البلدي. هناخدها كده ونطير على فين يا عم احمد؟ عند صينيه الكنافه بتاعتي اللي انا عاملها. تعالوا مع بعض. بنجيب طبق التقديم، طبق التقديم اللي انت هتقدمي فيه الكنافه لضيوفك بتوعك. الضيوف جم
الطبق اللي هتعمل العثمانيه بالذات لما تيجي تعمليها اغرفيها في الطبق بتاع التقديم علشان ما تتهرش منك وما تتكسرش منك، لان احنا هنحط حشوه هنا فهتبقى الحشوه دي تقيله على الكنافه، فهنا ما ينفعش نشيل الكنافه وعليها الحشوه ننقلها في طبق تاني. دي من الاخطاء اللي ممكن انت تقع فيها. عند صينيه الكنافه هي زي الفل، وتعالوا نوزعوا الحشوه على الكنافه. خليت كده على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ادي جوز الهند. جربوا الشغل اللي انا بعمله ده حصريا مع الشيف المغازي. دي جوز الهند مخلوطه بالعسل او بالسيرب او بالشربات مع معلقتين سمنه بلدي. طبعا دي لما تنشف دلوقتي هينزل منها البهريز ده على الكنافه يطريها، وفي نفس الوقت جوز الهند ده هتنشف هتلاقوها جميله جدا في قلب الايه الكنافه، ملهاش حل. الله، هو ده الشغل العالي يا ابو الشيف. طبعا انا هنا مسمن الكنافه بالسمنه وميه الزهر، دي مهمه جدا. حلو الكلام، حاضر عينيا الاثنين. شايفين هحط انا كل كميه جوز الهند كده عشان عايز اعليها، دي حشوه ما بين الايه الطبقتين. حلو كده زي الفل، واسويها كده. وفي مرحلة تانية جاية طبعا دلوقتي انا مش هعملها غير لما نسمع كلام الكبير. الكبير دايما لما يقول كلمة لازم نسمع عشان ننجح. خلوا بالكم في كل عمل، في كل شغل، في كل موقع، كلام الكبير مهم جدا ان احنا نسمعه. تعالوا نسمع كلام الكبير، هنطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مع بعض عثمانية بالمانجا وجوز الهند. نمسك منجاية زي دي كده في دي وانا صايم بجد، اللهم اني صايم. حلو قوي. فطبعا في الفاصل انا جايب مانجا كبيرة، ودايما تختاري المانجا اللي تعملي بيها حلويات ما تكونش المانجا اللي فيها شعيرات. تجي فيها اسواق، فيها اسماء في السوق انا مش عايز اعمل لها دعايه. فتجيب المانجا اللي هي لحم ما فيهاش شعر كتير، تقشريها طبعا وبتشيلي اللحم بتاعها بيكون معانا بالشكل الجميل ده كده وبنطلعها. المانجا اللي معايا هنا ما فيهاش شعر خالص باخدها كده وبقطعها رقات، ولما المانجا دايما تقطعيها قطعها سكينه مشرشره هتقطع معاكي بسهوله جدا. اهي شايفين الجو ده كده اهو. الله الله، شايفين؟ وابدا ارص المانجا هنا كده. حلو الكلام، حلو الكلام اهوت. كنافه بالمانجا، عملنا قبل كده كمان جمبري بالمانجا، وعملنا كنافه جمبري بالكنافه، جميله جدا. خلاص دلوقتي الفواكه بتخش مع الاكل عادي خالص. هبدا طبعا اغطي الرقه بتاعه جوز الهند دي كلها بالمانجا زي ما انا شغال كده زي الفل. الله، حلو قوي زي الفل اهوت. تمام كده. حط دي هنا وغطى واحده كمان. حلو قوي، دي حلوه قوي مستويه شويه. طبعا انت بتشيليها من البذره بتاعتها من النوى، وبعدين تمسكيها كلها تقطعيها في وقت واحد كده. عصير المانجا يا استاذ مخرج بيقول لنا ما تعمل لنا عصير مانجا وانت شغال. تعالوا عصير المانجا ده عينيا الاثنين، يعني اسئله بتتسال معانا في الكنترول. حاضر عينيا. طيب رمضان كريم. بص، عصير المانجا لما تيجي تعملها عصير المانجا بالذات انا بحبه عينيا، عصير المانجا لما يتعمل ده مهم جدا. عشان اعمل عصير مانجا ويكون ناجح معاكي تجيبي الخلاط وتجيبي ثلج مجروش، انا بحبه كده، ونخلط التلج بالمانجا مع شويه سكر. الله على الشعبيات، اوعى والله ادور عليك يا استاذ رامي بجد، لولا هو قال لي كان زمانها اتحرقت. ادي الشعبيات، عرفت الشعبيات طالعه بشكل جميل ازاي؟ زي الفل. هسيبها تبرد خالص، جاي وقتها دلوقتي نغرفها مع بعض. احلى طبق شعبيات محشي بالقشطه. حلو الكلام. هناخد الرقه بتاعت الكنافه اللي احنا عملناها دي كده. لا، قبل رقه الكنافه عايز اعمل حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ باخد شويه عصير اللي عندي ده كده. حلو. وسأسأ ايه يا شيف؟ أسأسأ المانجا بالشربات. حلو كده. علشان ايه يا شيف؟ علشان لون المانجا ما يغيرش، مش علشان احل المانجا. المانجا مسكره، لان انا صينيه الكنافه دي ممكن تتركن يوم تتركن يومين مفيش اي مشكله، فممكن المانجا لونها يغير. فان انا احط عليها السيرب ده كده كويس قوي علشان ايه يا شيف احمد؟ علشان لون المانجا ما يغيرش. دايما الفواكه لما تحط عليها الشربات او العسل لونها مش هيغير، زي الجيلاتين كده. هاخد طبعا رقه الكنافه بتاعتنا كده اللي احنا عملناها، استنى نشيلها كده لان كده شكلها ايه هتتكسر. نرفعها بحاجه كبيره كده، ايه طبق كويس هنا زي ده كده.
حلو اهوت كده بالراحة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل. هي دي الشطارة. تمام. نضغط عليها بالراحة كده عشان ايه ترسى وتقعد من النص. لما تضغط عليها تضغط عليها من النص. تشيل ده كده. حاضر. هنا هي الاثنين. حلو الكلام. اهو. يبقى في النص يا شيف. في النص جوز الهند والمانجا. حلو الكلام. هنزينها بايه برضو. هنزينها بالمانجا. حلو الكلام. وانا شغال كده. ادي المانجا اهي برضو هنا. بس المرة دي بقى نقطعها كده. حلو. الله عليك. حلو الكلام. الشكل ده حلو قوي. كنافة بالمانجا. اوعى وشك. التقطيعة ديت مهمة جدا. ناخد نفس الموضوع هنا كده. لما تقطعي المانجا قطعها دايما بسكينة مشرشرة. يعني سكينة عاملة زي سكينة المنشار. عشان تكون سهلة التقطيع معاكي ما تنزلش سائل على البلانشة اللي انت بتقطعي منها. حلو الكلام. حلو الكلام. حلو الكلام. عندي هنا كمان. الله. مربة الزهر. اوعى وشك يا ابو الشيف. دي مربة الزهر معروفة طبعا. او مربة التوت. مفيش اي مشكلة بس يكون لونه احمر يعني. عشان تدي برزنتيشن حلو لقالب الكنافة بتاعي. ده مهم جدا. حلو الكلام. حلو الكلام. دي خلاص. خلاص. عندي الفستق. او اللوز. هو ده الكلام. ادي اللوز اهوت. حلو كده. هزينها كده بالمكسرات. انا عملت كنافة باللوز وكنافة بالمانجا في نفس الوقت. ما حرمتهاش من المكسرات. ومعنا جوز الهند جوه طبعا. دي اساسي. نايمة. عملتها بالعسل وبمية الزهر. تبلتها مظبوط. زي الفل. تمام. عندنا فستق حلبي برضو. ممكن زي ده كده. بنعمل حركة لطيفة او تعجبكم دلوقتي. دي مهمة جدا. عندي البلانش هنا. انا ممكن احط الفستق ده سليم زي ما هو. ولكن انا اكسره كده بالبلانشة تكسيرة بسيطة كده. بيبين لونه وجماله. اللون الاخضر الجميل اللي ربنا خلقه بيه. اهو. زي الفل. هاخده كده. زي ما هو. الله. تعالي في الباترينة بتاعت الحلويات اللي انت بتمر عليها كده. وشوفي صينية الكنافة دي الجميلة الحلوة دي كده. لو قالك السعر كام هتاخديها على طول. وخاصة لو كنت صايمة على طول ريقك هيجي عليها وتقولي عايزاها. ادي صينية الكنافة الجميلة الحلوة. تعالي الغرف الحلو بتاعنا الجميل. ده مهم جدا كمان. يعني هي الاتنين. ده مهم. ادي الحلو بتاعي. الشعبيات الحلوة. الله. فين السمنة يا عم احمد اللي كانت هنا. اكلها الايش الجلاش خلاص. مفيش منها حاجة. زي الفل. اهيت. شايفين الجو ده كده. دي الشعبيات الحلوة. قلنا شعبيات ليه؟ سهلة وبسيطة في عمايلها. الحشو هنا لك الحرية زي ما انت عايزة. انا عملتها طبعا بالاشطالية ملاش حل. خلي هنا كده. الله عليك يا ابو الشيف. زي الفل. تمام. بزينها بايدي ممكن. بسرعة كده. عشان استاذنا المخرج. عند مربة او كرز كريز الاحمر الجميل ده كده. ونحطه هنا كده. ده كله برزنتيشن علشان ناكل. بس الواحد بصراحة لما بيكون صايم مش محتاج الحاجات دي كلها على طول بيدوس. خلوا بالكم يعني الصيام خلي الواحد ياكل على طول. اهو. زي الفل كده. تمام. ممكن برضو كريز الاحمر ده هنا كده. زي الفل. وعندي كريز اخضر كمان. كل ده برزنتيشن. لان الحلويات اهم حاجة فيها شكل الطبق لما انا اغرفه على السفرة. مهم جدا. اهو. انا عايز اقول لكم مع الشيف المغازي البساطة والسهولة. دي الميزة بقى. اهو. حلو الكلام. زي الفل. تمام. الله عليك.